شر باشمهندس عاطف او الشعر الكبير الجميل اللي انا بستمتع، انا على المستوى الشخصي بستمتع لقراءاته جدا. طبعا انا مش هقدر انجز او الخص، ولكن في نقاط بسيطه كده اللي انا كتبتها. موقف فهمي عبد السلام من الكتابه، موقف المحافظ، اي ليس هناك ميل الى شيء، ولكن هو يعني الكتابه بعملها زي ما بيقول الموقف المحافظ، ولكن تقنيا اه طبعا تقنيا الكتابه، انا استقامه الخط السردي دون اللجوء الى الشكلانيه، المنزع الاخلاقي او الحكمه في بعض النصوص، هناك رساله اخلاقيه او بشكل اخر في بعض القصص، روح السخريه الموجوده بوفره، مواقف كوميديه، واظن هناك انواع من المواقف الكوميديه، في كوميديا الموقف وموجوده، وده هو على ده في شخصيه اصلا كوميديه اللي هو محمد كنكه، في شخصيه اصلا بنيها كوميديه من الاساس يعني كلها على بعضها، وكوميديا الحوار طبعا. الكتابه عند فهمي عبد السلام تحليلا، وخصوصا في سوء تفاهم، تحليلا لموقعنا الثقافي المعاصر كما اشار استاذ عاطف، وتعبر عن حاله البرجوازي المثقف البرجوازي وضعفه او احتراق حالته